ولاده وحبايبي. بنتكلم دلوقتي عن الليجن اسرق اللي خدنا بدايات له عشان نتعلم حاجة صح. لازم التعليم يتم من خلال الاكتيفيتي. فعشان يتضح ايه اللي بيحصل للمولتي ماتيريال عندي عالم رائع اسمه بوين عمل لي سيميوليشن جهز لي الكومبوننت بتاعت الايجن اسرق الكومبوننت بتاعت المولتي ماتيريال. تمام. بعد ما جهز المجمع من الايت اليمنت والفولكانيك جاسز اللي الجاسز اللي بتبقى مع المولتي ماتيريال والكلام ده كله بدأ يعمل لها كولينج. لاحظ مجموعة حاجات هنركز عليها جدا. أول ما التمبريتشر وصلت 1200 بدأ يحصل كريستاليزيشن للأوليفين مينرال. لما قلت شوية بدأ يحصل كريستاليزيشن للبيروكسين مع البلاجيوكليس في الصفار. في الوقت ده اتكونت لي الترا ميفيك ايجن اسرق صخور نارية فوق قاعدية اللي هناخد بعد كده ان البرسنت اوف سيليكا بتاعتها للزان 45. الكلام ده لو حصل انسايد ذا ايرث من الماجما يعني هيبقى بريدو تايت. لو حصل على الايرث سيرفس هيبقى اسمه كوما تايت. يبقى البريدو تايت ده اهو بلوتونيك او انتروسيف ايجنس روك بيصنف على انه الترا ميفيك. يعني ايه الترا ميفيك؟ يعني البيرسنت اوف سيليكا للزام 45%. يعني فيري دارك يعني هاي سبيسيفيك ويت. ادي المينرال كومبوزيشن بتاعه. ادي كميه الاولوفين. ادي كميه البيروكسين. ادي كميه البلاجيوكليز في الاسبار اللي هو ريتش ان كالسيوم. امال فين المينرال كومبوزيشن بتاعكم ما طيب؟ قال لي له نفس المينرال والكيميكال كومبوزيشن عشان كده بقول عليه اكوفالنت روك. يبقى لما اسالك الاكوفالنت بلوتونيك روك فور كوما تايت تقول له بريدو تايت. الاكوفالنت فولكانيك روك او اكسوتروسيف روك فور بريدو تايت هتقول لي كوما تايت. السبب او reason because they have the same chemical and mineral composition but differ in texture اللي بيدل على location of formation. كده نسبة السيليكا زادت. حصل انكريز للسيليكا وصلت من 45 لـ55. وقتها هيبقى باقي كمية صغيرة من الكومبوننت بتاعت الألوفين وهيبقى عندي بيروكسين وأمفيبول وبلاك مايكا اللي هي البيوتايت مايكا والبلاجيوكليز. كده بقى 2 ريتش ويز كالسيوم اند مغنيسي اند صوديوم. تمام. لو المينرال ده هيتكونت انسايد ايرث سيرفس هتبقى جبرو. يبقى الجبرو هصنفه على انه ميفيك انتروسيف ايجنس روك كورس تكيتشر. وادي المينرال كومبوزيشن بتاعه اهو.
لو الكلام ده حصل on earth surface هيديني extrusive او volcanic igneous rock اسمها basalt. طب لو near earth surface under earth surface مش عند high depths هيبقى اسمه dolerite. يبقى الجبر والبازلت عندهم نفس المينرال كومبوزيشن، ليس اماونت اوف اولوفين، عندهم بيروكسين، عندهم انفيبول، عندهم بلاك مايكا اللي هي البايوتايت مايكا، عندهم بلاجيوكريس. الكلام ده لو اتكون جوه الارض هيبقى اسمه جبرو، لو اتكون على السطح هيبقى اسمه بازلت، لو اتكون تحت السطح يعني انترودد ايجنس روك بورفوريتك تكتشر هيبقى اسمه دولاريت. تمام. من المين اوبزرفيشن فور بوين لاحظ حاجه جميله جدا، ان الايرن والكالسيوم والمغنيسيوم انتهم فينيش، واصبحت الماجما فري فروم الثري اليمنت دول، ما فيهاش لا ايرن ولا كالسيوم ولا مغنيسيوم. لما بردت درجة الحرارة أكتر اتكون لي نوع من الإيجنس روك اسمه انترميديت إيجنس روك، اللي المينرال كومبوزيشن بتاعها فري اوف أولوفين، مفهوش أولوفين، في كمية صغيرة من البيروكسين بس الغالب أنفيبول، بايوتايت، بلاجيوكليز، ريتش وسكالسة. لو اتكونت inside earth at high depths هيبقى اسمها diorite وهتبقى كورس تكتشر، لو طلعت على السطح هيبقى اسمها انديزايت نسبة الى جبال الانديز كفولكانيك انترميديت ايجنس روك، لو كانت قرب السطح هيبقى اسمها ماكرو دايوريت اللي هتبقى انترودد ايجنس روك كاركترايزد باي بورفوريتك تكتشر بتتميز بنسيج بروفيل. بزياده بالديكريز في التمبريتشر، لما قل التمبريتشر اكتر وبدات تزيد السيليكا زادت عن 66% 66% بدا يتكون نوع من الايجنس روك اسمه فلسك او اسيديك ايجنس روك، اللي هو المينرال كومبوزيشن بتاعه بوتاسيوم فيلسبار اللي هو الاورسوكليز، والوايت مايكا اللي هي المسكوفايت مايكا، واخر معدن اتكون اللي هو الكوارتز. ماشي. لو اتكون انسايد ايرس من المجمع هيبقى جرانيت، لو اتكون على السطح هيبقى رايولايت، وممكن اضيف عليه الاوبسيديان كنسيج زجاجي جلاسيتي كيتشر او البيومس كافيسكولار كيتشر. طيب لو قرب السطح هيبقى اسمه ماكرو جرانيت، هيبقى انترودد ايجنس روك وهيتميز بالبورفريتك كيتشر. ده لما درجة الحرارة توصل ل 750 درجة 750 degree. لو انا خدت نظرة على البوين سيريز هلاقيها في الليفت سايد ديسكونكتد، كل مينرال بيتكون بمعزل عن الاخر، في الرايت سايد كونتينيوس سيريز من الفلسبارز بتبدأ بالبلاجيوكليز ريتش ويز كالسيوم، ولما قل الكالسيوم حل محله صوديوم، وبعدين في الاخر بقت ريتش ان صوديوم، لما بقت ريتش ان بوتاسيوم ما انتش بقول عليها بلاجيوكليز، بقيت تقول عليها اورسوكليز. هنا بيشرح لي برضو الكونتينيوس سيرس والديسكونتينيوس سيرس. الكونتينيوس سيرس اللي موجودة في الرايت سايد بدأت بالكالسيك في السبار، وبعدين بدأ يا الصوديوم معمل ريبليس للكالسيوم لما بدأ الكالسيوم يقل، وبعدين بقى ريتش والصوديوم، وبعد كده في الميفك في الفلسك اللي هو الاسيدك بدأ يدخل البوتاسيوم محل
الكاتايون او البوزيتيف ايون وبدا يديني اورسوكليس. واتفقنا ان بعد ما حصل كريستاليزيشن ل 50% من الماجما بدات تبقى فري منين؟ من الايرن والكالسيوم والمغنيسيوم. وهنا هيديني الارانجمنت او الاوردر اوف كريستاليزيشن ذا مينرال which make igneous rock. بدأها لي number one olivine, number two pyroxene, number three amphibole, number four feldspars. بدأ بالبلاجيوكليز وانتهى بالأورسوكليز. بعد كده المايكا السودا منها هسميها بايوتايت، واللايت منها هسميها ماسكوفايت زي اللي موجود عندنا في المعمل. والبايوتايت ممكن اشوفها داخل الجرانيت روك. بعد كده كان عندي الكوارتز اللي هو اللاستيك كريستالايز مينرال زي ما هناخد في شابتر 5 انه ريزيست الويزرينج، لان اخر حاجة اتكونت ماشي هي اللي بتبقى في الاخر، واول حاجة اتكونت هي اللي بيحصل لها ويزرنج بسهولة وتتاكل بسهولة. بيحصل لها في الاول ميكانيكال ويزرنج وبعدين كيميكال ويزرنج زي ما هناخد بعد كده. انا هبدأ اعمل كلاسيفيكيشن للإيجينوس روك. اول كلاسيفيكيشن بيزد اون ذا لوكيشن اوف فورميشن، سواء كانت انسايد ايرث سيرفس او نير ايرث سيرفس او اون ايرث سيرفس. ده اللي هيحدد لي الكريستاليزيشن او كريستال سايز، وده اللي هيحدد لي التكتشر حسب اللوكيشن اوف فورميشن. هنبدا بالايجنس روك اللي اتكونت انسايد ايرث اللي هسميها بلوتونيك ايجنس روك، وممكن اقول عليها انتروسيف ايجنس روك. ما يميز البلوتونيك ايجنس روك انها موجوده جوه، موجوده عند جريد ديبس او هاي ديبس. ده هيدي تشانس للاليمنت ان هي تعمل اكيوموليت حوالين السنتر اوف كريستاليزيشن. هتديني فيو نمبر اوف كريستال لارج ان سايز كورس تكتشر. لو احنا جبناها من عند الالترا ميفك هيبقى البريدو تايت، الميفك هيبقى جبرو، الانترميديت هيبقى دايورايت، الفلسك او الاسيدك هيبقى جرانيت. كل دول ينطبق عليهم ان هم اتكونوا عند جريد ديبس، وان الكريستال بتاعتهم فيوف نمبر لارج ان سايز هسميهم كورس تكتشر. تمام. ولادو حبايبي دي صورة للبريدو تايت كصخر فيري دارك ماشي، بيحتوي على سام كريستال اوف دايموند اللي هو اللون الجميل اللي قدامنا ده. ودي الدايموند موجودة داخل البريدو تايت، ودي هاند سبيسمن اوف بريدو تايت. ولادو حبايبي دي هاند سبيسمن اوف جرانيت زي ما احنا شايفين ان هو عشان انتروسيف ايجنس روك.
دي لارج كريستال اهي، فيو ان نمبر لارج ان سايز، اللي لونه باف ده هو الاورسوكليز او البوتاش في الاسبار او البوتاسيوم في الاسبار، اللي لونها اسود ديت مايكا ماشي، اللي لونه شبه شفاف او جلاسي ده هو الكوارتز. في عينات تانية من الجرانيت، ده جري جرانيت وده بينك جرانيت تمام. لو انا رجعت تاني انا خدت التو سايدز، خدت الالترا ميفيك وخدت الاسيدك ماشي، ممكن اجيب الدايوريت اهو ادي الدايوريت اهو انتروسيف او بلوتونيك، حجم بلوراته كبيره اهو زي ما احنا شايفين، في يو ان نمبر لارج ان سايز عشان اتكون عند هاي ديبس من الايرث سيرفيس تمام. يبقى انا شفت الجرانيت والدايوريت والبريدوتايت، بقي لي الجبرو في البلوتونيك، نشوف فين الجبرو. ادي الجبرو اهو، لونه اخف شوية من البريدو تايت، بلوراته برضو كبيرة بشوفها بالعين المجردة، قليلة في العدد كبيرة في الحجم، مكانه في التبلور هنا اللي هو الجبرو، المكافئ بتاعه هو البازلت، والبريدو تايت المكافئ بتاعه هو الكوما تايت، وده المينرال كومبوزيشن بتاعهم. ده هنا الانترميديات ايجنس روك، لو كانت جوه الارض يبقى دايوريت، على السطح تبقى انديزايت. هنا الفلسك او الاسيدك ايجنس روك، لو كانت جوه الارض تبقى جرانيت وتتميز بالصفات اللي احنا قلنا عليها، لو كانت على السطح تبقى رايولايت. وفي انواع تانية من الصخور هناخدها ضمن الشرح. حبايبي نيجي للسكند كلاس اللي هي لو كونت قرب من سطح الارض، هسميها انتروديد ايجنس روك، ودي هتتكون على تو ستيجز، وهي جوه شويه هيبقى في سلو كولينج هتعمل لي لارج كريستال، ولما تقرب من السطح هيبقى فاست كولينج هتعمل لي فاين كريستال. ولما يبقى عندي لارج كريستال ان باك جراوند اوف فاين كريستال او سراوندد باي فاين كريستال، هسميه بورفوريتك تكتشر ماشي، وده هيميز الصخور اللي كانت في النص، اللي كانت بين الجبر والبازلت كان اسمها دولاريت، اللي كانت بين الدايوريت والانديزايت اسمها ماكرو دايوريت، اللي كانت بين الجرانيت والرايولايت اسمها ماكرو جرانيت. يبقى دي انترودد ايجنس روك بتتميز ببورفوريتك تكتشر. طب البورفوريتك تكتشر ده عباره عن ايه؟ عن لارج كريستال سراوندد باي فاين كريستال تمام. نيجي على الفولكانيك ايجنس روك اللي هي اتكونت على السطح، ما كانش فيه تشانس عشان الاليمنت تتجمع حوالين السنتر بتاع الكريستاليزيشن، فكونت لي لارج نمبر اوف كريستال سمول ان سايز، كانت بي سين باي ذا نيكد اي زي رايولايت والانديزايت والبازلت والكوماتايت. امال انا ليه ما اتكلمتش عن الاوبسيديان والبيومس؟ هاخدهم اهمت هنشوفهم. اللي قدامي ده اللي هو صخر الاوبسيديان، فولكانيك ايجنس روك، جلاسي تيكتشر، باين فيه زي ما اتفقنا اللي هو كونكويدال فراكشر، كعينه مكسوره من عينه كبيره تمام. لو انا رجعت كده وجيت على الصخر ده، ده فولكانيك ايجنس روك برضو، شايفين الفويد ده اللي فيه ده، يبقى البيومس فولكانيك ايجنس روك هاز فيسكولار تكتشر. الفيسكولار تكتشر ده نتيجة التراب اوف فولكانيك جاسس. نرجع لموضوعنا احنا اساسا، يبقى احنا اتكلمنا او عملنا كلاسيفاي
للإيجنس روك according to اللوكيشن اللي حدد لي السايز بتاع الكريستالز اللي انا حددت بيه النوع بتاع التكتشر. احنا اتفقنا ان البيومس فولكانيك ايجنس روك عنده بابلز عشان كده حول عليه فيسكولار تكتشر. البازلت والاندزايت والكوماتايت هاف جلاسي تكتشر، بس اكتر حاجة عندها جلاسي تكتشر كانت هي مين؟ الأوبسيديان. هنروح على second base of classification، ان انا هعمل classification according to chemical and mineral composition. لما اتكلم عن chemical composition يبقى انا بتكلم عن البيرسنت بتاعت السيليكا. لما اتكلم عن البيرسنت بتاعت السيليكا يبقى انا بحدد الكالر، بحدد المينرال composition، بحدد specific weight، بحدد حاجات كتيرة قوي. هبدأ في الجزء اللي احنا لو شفنا الصورة بتاعته هنا اللي هو الجنب ده اللي هي البيرسنت اوف سيليكا بتاعته مور ذان 66 اللي هي اخر مجموعة اتكونت. انا كان نفسي ابدأ باول مجموعة اتكونت بس احنا عايزين نلتزم بكتاب الوزارة. تمام، نرجع تاني للأسيدك أو الفيكسد إيجنس روك زي ما قلت أنا هوت. البيرسنت بتاعت السيليكا بتاعتها مور ذان 66، الريشيو بتاعت الكوارتز ماشي حوالي 25%. ماشي، لو أنا حبيت أتكلم عنهم يبقى الجرانيت والمايكرو جرانيت ورايولايت والأوبسيديان والبيومس. نتفقنا ان الأوبسيديان زي ما مكتوب له انه جلاسي تكتشر. البيومس which has air bubbles هسميه فيسكولار تكتشر. المينرال كومبوزيشن بتاعهم كلهم زي بعض اللي هو أرسوكليز ومايكا وكوارتز زي ما هناخد كتير، والأرسوكليز ده نوع من الفلسبار اللي هو ريتش ويز بوتاسيوم. لما نيجي نتكلم عن الانترميديت ايجنس روك انا كنت قلت الاكثر من 66 اسيدك او فلسك، الانترميديت من 66% تو 55% سيليكا. المينرال كومبوزيشن بتاعها امفيبول ومايكا وكوارتز وبيرسنت اوف بوتاش في الاسبار. الروكس بتاعت الانترميديات دايورايت وماكرو دايورايت وانديزايت. انا بدأت بالدايورايت اللي هو تحت اللي هو لارج كريستال اللي هو كورس كيتشر، وانا سميته انديزايت نسبة للانديز ماونتين. لما اجي على الصخر اللي بعديه يبقى انا خلصت ديت وخلصت ديت، هتكلم عن الميفك اللي هو الجبر والبازلت. هتبقى البيرسنت بتاعت السيليكا بتاعته من 55 لـ 45. المينرال كومبوزيشن بتاعه زي ما احنا شايفين ادي البلاجيوكليس في الاسبار اللي هو ريتش ويز كالسيوم، وادي البيروكسين، وادي شويه انفيبول ونسبه اولوفين صغيره. والصخور بتاعته هي الجبرو والدولاريت اللي هو مش مكتوب والبازلت. الدولاريت اللي هو انترودد ايجنس روك بورفوريتيك تكيتشر، والجبرو اللي هو كورس تكيتشر، والبازلت اللي هو فاين او جلاسي تكيتشر. ادي المينرال كومبوزيشن بتاعهم والكيميكال كومبوزيشن. هقول ان نسبة السيليكا من 55 لـ 45. تمام، لو قلت عن 45 يبقى الترا ميفيك ايجنس روك. لو كانت جوه الارض بريدو تايت بلوتونيك، لو كانت على سطح الارض تبقى كوما تايت. تمام، المينرال كومبوزيشن بتاعها بركز على الاوليفين والبيروكسين.
هنا بيوضح لي نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بتزيد كده، نسبة الأيرون والكالسيوم والمغنيسيوم بتزيد كده، التمبريتشر اوف كريستاليزيشن هنا 1200 هنا 750، يبقى التمبريتشر اتجاهها كده بيزيد، بس ده اول التبلور، ده اخر التبلور او اخر الكريستاليزيشن. هنا بتكلم عن البيزك او الميفك ايجنس روك اللي البيرسنت بتاعت السيليكا بتاعته من 45 لـ 55، التمبريتشر بتاعت الكريستاليزيشن 1100، اللي هي المينرال بتاعته اولوفين وبيروكسين وبلاجيوكليز اند سام امفيبول، اللي هي روكس بتاعته جابرو كبلوتونيك، دولاريت كانترودد، بازلت كفولكانيك. تمام، يبقى انا باقي لي نوع واحد اللي هو الالترا ميفيك اللي هي السيليكا فيه لزان 45. لو حصل اللي هي بتتميز بالدارك كلر والهاي سبيسيفيك ويتو، لو اتكونت جوه الارض كانت بلوتونيك هتبقى بريدو تايت، لو فوق السطح هتبقى كوما تايت. نرجع تاني نتكلم عن الاكوفالنت روك، بيكون روك هاف ذا سيم كيميكال اند مينرال كومبوزيشن، ولكن بيختلف في اللوكيشن اللي هو اصل لي في الايه، في التكتشر. طالما اتكلمنا عن الفولكانيك ايجنس روك يبقى لازم اتكلم عن الفولكينو. طب ايه هو الفولكينو؟ ده هول اور فراكشر في الايرث كراست، بيرمت المولتن ماتيريال اللي هي فيها ترابد جاز تو ليف اوتسايد ذا ايرث سيرفس، عشان تطلع للايرث سيرفس، اللي هي جايه من الماجما ريزرفوار او من خزان الماجما اللي موجود تحت الارض. لو انا شفت الفولكينو، ادي الصوره بتاعته، عندي هنا الماجما تشامبر ودي الهول اللي هيطلع منها، الفتحة اللي هيطلع منها، تبقى ديت الفولكانيك نيك او قصبة البركان، ودي الفولكانيك فينت اللي هي فوهة البركان، وده الفولكانيك كون او المخروط البركاني. هنا الفولكانيك ماتيريال او ديتيرتياس روك اللي هي او ديتيرتياس لافا، ماشي، الكبير منها البيضاوي هسميه فولكانيك بامب او القنابل البركانية، وهيبقى عندي فولكانيك رامد وفولكانيك كلي اللي هلاقيه موجود لما نيجي ناخد السيز قدام، ماشي. اللي طالع فوق ده اللي هو الجاسس اند فيبورز، اشهر حاجة فيها اللي هي الامونيا والهيدروجين سلفايد والكربون ديوكسايد والووتر فيبور، كل دولي فولكانيك جاسس. تمام، يبقى انا اتعرفت على البارتس بتاعة البركان، وحرجع اتكلم عن البرودكتس بتاعته تاني. لما احب اعرف reasons of volcanoes and their eruption هتكلم عن التراب دي جاسس اللي موجوده في المولتن ماتيريال اللي هتعمل لي الفولكانيك eruption. لما هنيجي نشرح نظريه البليت تكتونكس هنعرف ان عند السبدكشن زون لما دخلت الاوشانيك كراست اندر الكونتيننتال كراست حصل لها ريميلتنج، كونت لي هيتروجينيوس ماجما، لما لقت ويك اريا طلعت على السطح وعملت لي الفولكينو. يبقى من اسباب الفولكينو غير التراب دي جاسز اللي هي السبدكشن وبليت تكتونيك، هتتشرح لما نشرح البليت تكتونيك في شابتر 4، ماشي. لما نيجي نتكلم عن الفولكينو بارتس
أجزاء البركان، اتكلمنا عن الفولكانيك فينت اللي هي فوات البركان اللي هي كراتر اللي هرجع اتكلم عنها لما اجي اتكلم عن الفورميشن اوف ليكس في شابتر 4 اللي هي تكوين البحيرات او 5. اما اتكلم عن الفولكانيك نيك اللي هي قصبة البركان اللي لما السبستانسز بتيجي تطلع بتديني كراش روكس او صخور مكسرة، فولكانيك كون اللي هو المخروط البركاني اللي هو بيتكون من لافا، ريزرفوار اور ماجما. هاجي بعد كده اتكلم عن التايبس اوف فولكين. انا عندي موست اوف فولكينو بيكم كومبليتلي اكستينكت، اصبحت خامده ان اكتف. لكن لو انا اتكلمت عن فولكينو كونتينيو في الايربشن يبقى سترومبلي ان ايطالي، ده شغال على طول. عندي اذر فولكينو بتشتغل بيريود وتبقى ان اكتف بيريود تانيه بسماها ايربت اد ديسكونتينوس بيريود، بتعمل على فترات مش متصله. عندي في زوف في ايطالي واتنا ان سيسلي ايلاند اللي هي صقلين. لو انا هتكلم عن الفولكينو برودكتس نواتج البركان، اللافا لما تطلع لو طلعت جوه البحر هتعمل لي ايلاند، الجاس اللي طالع منها كلها بوازونياس جاسز زي الامونيا والهيدروجين سلفايد، وفي جرين هاوس جاسز اللي هو الكربون دايوكسيد وفي الووتر فيبر. عندي الفولكانيك اش والفولكانيك بريشيا وعندي الفولكانيك بامبس. المواد المكسرة اللي هي البايروكلاستيك لو كانت كبيرة هتبقى فولكانيك بامبس زي ما هنشرحها بعد كده، مكسرة حادة الزوايا هتبقى فولكانيك بريشيا والشارب ايدجز. ولازم افرق بين الفولكانيك بريشيا والفولت بريشيا لانه ممكن يخلينا فارق بين الاثنين. وعندي الفولكانيك اش اللي هو رماد البركاني، وعندي ريد كلي حاجة اخدها مع السيز بعد كده. هل الفولكينو له بنفت؟ ما لا نتخيل ان هو له بنفت. ليه بنفت طبعا كبيرة جدا. انا عندي الفولكينو ايلاند ديت صحية جدا لعمليات الاستشفاء الطبي. عندي فواهة البركان اللي هي الفنت ممكن تتجمع فيها المية وتعمل لي بحيرة بركانية، تمام. عندي الريد كلي من أخصب أنواع التربة. عندي اللافا ماتيريال وهي طالعة بتتسبب في تشينج الروكس اللي حواليها لميتامورفيك روك، وديت ممكن نلعب عليها كتير بالرسومات. ارسم لك مولتن ماتيريال طالعه وحولها سيديمنتري روك، اقول لك دي كان الاوريجين بتاعها لايمستون. الروك اللي فيها نوعها ايه، الطيب بتاعها، هتقول لي ميتامورفيك روك. طب اسمها ايه، هتقول لي ماربل. هقول لك كومبير بتوين الماربل واللايمستون، هيبقى اللايمستون سيديمنتري روك، الماربل ميتامورفيك روك. اللايمستون ليس هارد، الماربل مور هارد، ماشي. وممكن اقارن في حاجات كتير، لكن لما اقول السيميلاريتي والديفرنس يبقى السيميلاريتي في الكيميكال والمينرال كومبوزيشن والديفرنس الحاجات اللي احنا قلنا عليه. طيب
أنا دلوقتي مش هتكلم عن الاستراكشر ولا عن المينرال كومبوزيشن ولا عن الكيميكال كومبوزيشن بتاع الماجما، أنا هتكلم على الشيب اللي بتاخده الانترودد ايجنس روك. المولتي ماتيريال لو كان في ديفرنس في الفيسكوزيتي في اللزوجة بتاعتها وكانت هاي فيسكوزيتي وضغطت على الصخور اللي هي هتبرد جواها وتنتها وعملت لي انتي كلاين فولد، هيبقى اسمها لاكوليس او قبة عادية. وانا ممكن ما اسألكش عن اي حاجة في دولي، اقول لك ايه نوع التكتشر بتاع اللاكوليس، طبعا هتبقى عارف ان هي انترودد ايجنس روك يبقى بورفوريتك تكتشر. اللوبوليس كانت لو فيسكوس مولتي ماتيريال، لما ضغطت على الطبقات اللي تحتها عملت لي كونكيف فولد، عملت لي طية مقعرة. انا ممكن العب على الاتنين دولي واقول لك انا عايز السيميلاريتي والديفرنس بين الاتنين. السيميلاريتي ان هما انترودد ايجنس روك، السيميلاريتي ان هما بورفوريتك تكتشر، الديفرنس ان اللاكوليس هاي فيسكوزيتي اللوبوليس لو فيسكوزيتي، ان اللاكوليس كوزز انتكلاين فولد اللوبوليس كوزز سينكلاين فولد. تمام، انا نسيت اقول لكم ان اللاكوليس واللوبوليس تدخل تحت تصنيف اسمه الدومز. طيب لو المولتي ماتيريال بردت بالقرب من سطح الارض يعني انترودد ايجنس روك وعملت اكستين ده 100 كيلومتر والسكنس بتاعها كانت سيفرال كيلومتر، هسميها باسوليس. يبقى احنا خدنا دلوقتي الباسوليس وخدنا الدوم. لو حصل كونسوليديشن للمولتي ماتيريال في فيرتيكال فراكشر هتعمل لي دايك، لو بردت على الهوريزونتال بلين بتوين تو لاير هتعمل لي سيلز. يبقى انا خدت الدايك والسيل والدوم والباسوليس كلهم انترودد ايجنس روك، كلهم بورفيريتك تكتشر، دي سيميلاريتي بينهم ماشي، ولكن الشيب بيختلف في الاخر على اساس ده اختلفت التسمية او النيم بتاعهم. يبقى احنا اتفقنا ان السيلز لما تبرد على السطح الفاصل بين طبقتين وتبقى بارلل للايه للبيدنج بلين او المستويات بتاعة الطبقات and not intersecting them، لان لو عملت intersect لهم هيبقى اسمها ضيق. زي ما اتكلمنا عن الانترودد ايجنس روك هنتكلم عن الاكسترودد او الفولكانيك روك الشيب بتاعتها. اللافا فلو عارفينها، طيب لما تتحرك هتبقى زي عامله زي حبل الغسيل او المخده، حاول تيك ذا شيب اوف روبس اور بلو بسبب الانترودد جاسس اللي هي نفخها. شفت الحبل لما بيتفتل بيبقى في حتت تخينة والحتت اللي مشدودة دي بتبقى رفيعة، أو شفت طفيرة الفلاحة بتاخد الشكل بتاعها. طيب الفولكانيك بايروكلاستيك المواد البركانية المفتتة، لو عايز تبدأ بالكبيرة فيها ابدأ بالفولكانيك بامب. ايه هو الفولكانيك بامب؟ اوفال شيب ماسيف روك composed of lava material ماشي، الأصغر منها شوية اللي هي sharp edges volcanic rocks هسميها volcanic breccia. طب لو كانت أصغر شوية هتبقى very fine grain carried by wind
for long distance and may cross the sea to deposit on another continent وتنزل على قارة تانية هسميها volcanic ash. واتفقنا ان في حاجة ما اتكلمش عنها هو هنا اللي هو red clay. حبايبي لو جينا بصينا هنا هبص الاقي هنا الماجما تشامبر اللي ماشي على السطح فاصل بين الطبقات يبقى اسمه سيل. لو قطع الطبقات يبقى اسمه دايك. لو عمل لي قبة لفوق او دوم يبقى اسمه لاكوليس. لو كانت لتحت يبقى اسمها لوبوليس. ده اللافا فلو اللي هي بتاخد شكل اوروبي والبلو اللي هي الحبال والوسائد. تمام. هنحل على الكلام ده كتير ان شاء الله بعد ما نخلص الفيديوهات اللي زمايلكم طالبينها. اتمنى تكونوا استفدتم من الايجي نصرك واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي حاجة ترجع لكم لو عملتوا سبسكرايب للقناة هنقدر نستمر. ما عملتوش يبقى انا عملت اللي عليا. واسألكم الدعاء على المجهود اللي احنا عملناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.